وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشكر بفرع رابطة العلماء المغرب بن مبروك دعوته وتمكينه لي من أن أتصل بإخوتي في هذه المدينة المؤمنة المسلمة الباقية على الإسلام حتى يعز الله القضاء عليها. وألتقي في هذا الظرف الذي نشهد فيه نقاشا حادا حول ما سمي بوضعية المرأة. ولهذا النقاش الآن ملابسات وخصوصيات. النقاش قد كان جاريا منذ مدة، ولكنه الآن ليس نقاشا عاديا، لأن الطرف المناقش ليس مكافئا وليس مجردا وليس طرفا عاديا، وإنما هو الطرف الذي بيده القرار الآن ويمسك بمقاليد الأمور. المناقشة ليست مناقشة مع جمعيات عادية أو منظمات نسوية نلتقي معها على صعيد واحد، إنه نقاش مع سلطة، وهذا لا شك يفضل أن يكون الأمر جدا، لأن السلطة حيثما كانت في دولنا العربية هي سلطة تؤمن بضرورة الفعل، وإن خالف ذلك الفعل رأي الجماهير. فلذلك وجب علينا من موقع الإحساس بمسؤولياتنا جميعا أن نناقش هذا الموضوع وأن نبذي فيه الرأي بعد الرأي، وأن لنا من، وأنهم كلما أريد لنا أن نصمت وكلما أغلق علينا باب وكلما سحب منا لبر أن نبحث عن منبر آخر وأن نتحدث من جهة أخرى أداء لواجب الإبلاغ والنصح للأمة والنصح للحكام. أقول في هذه الظروف الخاصة التي نلتقي فيها نجتمع هنا في النور، وأعتبر فيما أرى أن الناظور الآن ككثير من المدن المغربية مدينة محصنة بإيمانها، محصنة برجالها، محصنة بعلمائها، محصنة بأهل القرآن فيها، محصنة بأهل الدين فيها. رجال الناظور ونساؤهم لن يرضوا أبدا أن يجرى عليهم تشريع يخالف الشريعة الإسلامية يدخل عليهم دورهم ومنازلهم ويتحكم في العلاقات بينهم وبين أزواجهم وبناتهم. فأنا جد مطمئن الآن لأنني قد كان بالإمكان أن نلتقي في الماضي في أجواء أخرى، في أجواء كانت الماضي فيها ربما غير مهيئة لأن دافع عن الشريعة الإسلامية بهذه الطريقة. هنا علماء، هنا أهل القرآن، هنا أهل الدين. والذي يريد أن يخاطب المغرب يجب أن يخاطبهم عالما بوعيهم وبتشبثهم بإيمانهم حتى لا يخطئ. أقول مشهد هذا النقاش، أحب الآن أن أبين أن نقاشاتنا جميعا نقاشات الذين يرفضون هذه الخطة ويعترضون عليها ليست أبدا نقاشات سياسية بالمعنى السياسي، ليست نقاشات احترافية. نحن لا نتمنى أن نكون في موقع المواجه أو المطابق لحكومة تريد الآن أن تعرض على المجتمع المغربي مشروعا جديدا للرقي في تنمية. نحن لسنا من هذا الاتجاه، ليس لنا أبدا مصلحة في
أن نرى أعمال حكومة ما تختلف. ليس لنا هذا القصد المطلق. لسنا سياسيين محترفين يعجبنا أن نرى الفشلات الآخرين. نحن ندعو لكل من يلي أمور المسلمين شيئا أن يوفق الله إلى الخير. ندعو لكل من ولي شيئا من أمور المسلمين أن ينجح في محاضرة المشاكل الحقيقية للمغاربة. ولكن في نفس الوقت نعلم من الدين ما نرى أن ما جاء فيه بعض المشاريع مخالف للشريعة فوجب علينا الكلام. هذا النقاش من الجهة الأخرى من جهة العلمانيين أعطانا تصورات وأعطانا دروسا وأي دروس أعطانا. أعطانا أن بعض العلمانيين كانوا على الدوام يدعو إلى الانفتاح، ولكن هنا وجدناهم ليس مستعدين أن ينفتحوا علينا، ومستعدون أن ينفتحوا على أي فكر موجود في أي جهة من جهات العالم. ومن لم ينفتح واتهم بالجمود واتهم بالظلامية واتهم بالرجعية وما إلى ذلك. لكننا نحن نمثل فكرا ونحب أن ينفتح علينا. نحن كنا نسمع الحوار ذلك الدعوة إلى الحوار وإلى اعتبار آخر وإلى عدم إلغاء آخر، فظننا ذلك صحيحا. فلما تكلمنا كان الأمر أمرا آخر. لأول مرة ويجب أن نسجلها على العلمانيين، نجد صحفا متخصصة تتوجه بالسب إلى علماء هذه الأمة. وما مر عبر تاريخ المسلمين وعبر تاريخ هذا الشعب المسلم أنه كان يستسيغ أن يسب العلماء على الصحف والجرائد. أمتنا من خصائصها ومن شيمها ومما نشأت عليه أنها كانت دائما تحترم العالم ولا تجعل قوله كقول أحد من الناس. نحن الآن سمعنا العلماء يسمون قساوسة، وسمعناهم يسمون علماء فتنة، وسمعنا الخطباء يتهمون، وسمعنا مما يفيد أن ذلك أن هؤلاء وأن بعض هؤلاء كان يظهر عداوة حقيقية للعلماء، فلما واتت الفرصة نفذ كل ما في صدره، لأن النقاش لم يكن يستدعي أبدا أن يتهم العلماء بهذه التهم. العلماء هم موضع ثقة الأمة، الأمة تثق في علمائها أكثر مما تثق في أي صفة وفي أي شريعة من الشرائع. الأمة عبدت الله بفتاوى العلماء مدة طويلة، ولم تكن تنظر إلى العلماء على نحو النظرة السوداوية التي أراد بعض العلمانيين أن يسقطوها على العلماء. إذا لا نقاش، لا حوار، لا إصغاء، لا تبادل الاحترام، وإنما هو التهجم الصريح والتحريض والإغراء والتقرب إلى الحكام برقاب العلماء. إن كل من أراد أن ينال امتيازا مستقبلا أصبح يقدم عالما من العلماء أو خطيبا من الخطباء. أصبح بعض المراسلين كما يسمون، أصبح بعض المراسلين يتفرقون وينتشرون ليكتبوا تقارير كل جمعة عن خطب العلماء ليرفعوها إلى الحكام، ونحن لا نقول إنهم يرفعونها إلى طائفة أو إلى فكرة. هذا انحطاط، هذا إسفاق، وهذا سقوط وقع فيه العلمانيون. يجب أن نسجل كل هذا ونضع تحته خطا أحمر حتى لا ينسى. لنتحدث بعد ذلك عن النقاش، ونحن نريد نقاشا مع من؟ نريد نقاشا مع الذين يعقلون ويفهمون ويدركون، لا مع الذين يحرضون ويشتكون وهم لا يفهمون. أني رأيت خلال هذه النقاشات وقابلت مجموعة من المتحمسين للمشروعين، فما وجدت فيهم رجلا يستطيع أن يناقش ويستطيع أن يضع أصبعه على المشكلة بالذات. حضرت أحيانا مناقشة من مناقشات الكلية، رجل قانوني يريد أن يناقش الخطة ويريد أن يفيد لنا أنها شرعية، فما وجدت لديه إلا عمومات، إلا ألفاظ فضفاضة، إلا ألفاظ طنارة تترنانة لا تحمي شيئا. وجدت الناس يقولون، وهذا واحد منهم
هذا هو الجو وهذا هو الاطار. اريد ان اقرا معكم ايها الاخوه هذه الوثيقه قراءه شرعيه تستمد مشروعيتها واساسها من الكتاب والسنه، لاننا اساسا ملتزمون بالكتاب والسنه، والذين يخافون ان يخرجوا على اتفاقات وقعها المغرب سنة 1993 كما وردت الوثيقه في قضيه الزواج وفي حقوق الطفل الذين يريدون ان يكونوا اولياء ما وقعوا سنة 1993 نقول لهم ايضا لا تحرجونا، فنحن قد وقعنا عهدا مع الله عز وجل على السمع والطاعه. هذه الوثيقة سميت بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التربية، وللملاحظة على التسمية، لأننا نحب أن نكون دائما محتفلين إلى ما هو علم. نريد أن نرجع إلى ما هو علم. هذه أولا خطة وطنية، مفهومها أن مكونات الوطن اجتمعت، الفعاليات، العلماء أساسا، أن المهتمين، أن المشغلين بقضية المرأة اجتمعوا فخرجوا لهذه الوثيقة، فهي إذن ذات بعد وطني يوجب أن يكون إجماع. أحب أن أبين أن هذا لا أساس له في هذه الوثيقة. وثيقة دبرت بيد وكتبها أناس لست ندري أين كتبوها، ولا نعرف بالضبط من كتبها، ولم نسمع إلى حد الآن أناس رفعوا أيديهم وقالوا نحن كتبناها. هذه وثيقة كتبت في خيمة الكثير من القوى الوطنية، فهي لهذا السبب أبعد أن تكون وطنية. ثم إنها ليست وطنية ولا يمكن أن تكون وطنية إلا إذا نحن خدعنا أنفسنا عن وقائع التاريخ. أقول لكم أيها الإخوة، من خلال قراءتي وانشغالي بموضوع المرأة منذ مدة تتبعت كثيرا من الكتابات التي تحدثت عن المرأة وعن تحرير المرأة منذ مدة تزيد عن القرن، وقد انتهيت وسأذكر هذا إن شاء الله بمصادره إلى أن أي فكرة في الخطة، أي فكرة واحدة في، ليس في الخطة فكرة واحدة مغربية. جميع الأفكار آلت إلينا بعد سيرورة تاريخية. موضوع المرأة أول ما أثير عندنا في العالم الإسلامي أثير عقب لقاء الشرق والغرب في حملة نابليون. ونابليون كما تعلمون ليس واحدا من الاستعماريين العاديين كما يتصور ذلك بعض الناس، ليس امتدادا للصليبية العادية، بل إنه جاء يحمل مشروعا ثقافيا. نقول يوم تأذى بأنه جاء يحمل مشروعا ثقافيا، مشروعا حضاريا أوروبيا يريد أن يسقطه على العالم الإسلامي. دخل نابليون بلاد الإسلام وتدرس ومهد في دخوله برسائل وجهها إلى رجال الأزهر، وكان يزعم لهم أنه رجل ليس حاملا لعقل الصليبي، وأنه ليس صليبيا أصلا، وأنه يحترم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقال أشياء من هذا القبيل مما تجدونه مذكورا، ورسالة نابليون ما زالت إلى الآن محفوظة ومذكورة، وقد حملها جبرتني في أجله الآثار. وكان يتقرب إلى علماء الإسلام ويريد أن يهزئهم وأن يخرجهم من المعركة. في خضم هذا كان يبعث أعوانه ومنفذيه للحل.
الحديث عن موضوع خاص وموضوع المرأة. وذكرت الدراسات التي تحدثت عن هذه الحقبة أن أحد جنرالات نابليون وهو جنرال منه كان قد تزوج امرأة من رشيد وكان يخرج معها في الساحات العمومية وكان وهي امرأة مصرية وكان يعاملها بلطف شديد بارد فكان يقدمها إذا أراد أن يتقدم أن يدخل مكانا وكان يهيئ لها مكان الجلوس ولا يجلس حتى تجلس كان يطعمها بالمطاعم العمومية فإذا سقط المنديل ابتدر وهو الجنرال منهم الكبير إلى المنديل فوضعه على ركبتها إلى غير ذلك كان قصدا هذا ما كانش لوجه الله كان يفعل هذا إلى درجة أن أحدث خلخلة لدى النساء المصريات ويومئذ طالبنا أي بعض النساء تحدث عن هذه المعاملة اللطيفة ما كانش يشوف نساب بأنه مستعمل أصبحت النساء ينظرن إلى أن الأوروبية يعامل المرأة أحسن مما يعاملها الرجل الشرقي ونسي هؤلاء أنهم يمشيون مستعملا ويقولون أعوانا يقولون سوى فتحدثنا بهذا في منتدياتهن العامة في الحمامات في أماكن احتشاد النساء بل إن بعض النساء كتبن إلى نابليون يطلبن منهم أن يحمل الرجال أن يعاملوا أن يعامل المرأة كما يعامل الجنرال منه زوجته. بعد هذا عرفنا ما كتبه رفاعة رافع الطهطاوي الذي ابتعث إلى باريس ليأتي بخلاصة حياة الباريسيين. ورفاعة رافع الطهطاوي كتب كتابا هو تخليص الإبريز في تلخيص باريس وتحدث عن فيه عن صور من حياة الأوروبيين وتحدث بجملة ما تحدث عن المرأة الأوروبية. وقال إن الأوروبيين يلتقون في أماكن عمومية وإنهم يرقصون. هذا كان معجبا بالأوروبيين إنهم يرقصون وقال إن الرجل الفرنسي يراقص المرأة والمرأة التي ينتبه إليها رجل ويراقص وتعتبر ذلك شرفا وإن الأوروبيين حينما يراقصون النساء فإن ذلك عنده لطافة ورشاقة والرأس كما يقول رفاعة بن الطهطاوي ليس يشم فيه رائحة العهر كالرأس المغربي العربي بل هو لطافة ورشاقة وصار أصبح يبتدع في الحياة الأوروبية ولما جاء بهذا الكتاب الذي هو تخليص الإبليس في تلخيص باريس نشر على نطاق واسع وطبع وترجم إلى اللغات إلى التركية وجعل هذا الكتاب خصيصا للمسلمين الكتاب الأساس والكتاب العمدة كتاب رسمي ثم بعد ذلك جاءت دعوة قاسم أمين ودعوة قاسم أمين لها ما لها وعليها ما عليها ولم تكن دعوة فردية قاسم أمين تحدث في كتاباته الأولى يرد على بعض المشرقين يرد على سير داركوري في اتهامه للمجتمع المصري لكن قاسم أمين وجه إليه نقد من جهة أخرى تولته امرأة من نساء القصر وهي المعروفة ناصر فاضل الأميرة ناصر فاضل التي دعته إلى أن يدعو إلى ما يدعو إليه غرب قضية المرأة فكتب تحرير المرأة وكتب المرأة الجديدة كتبها قاسم أمين. قاسم أمين في تحرير المرأة يتحدث عن الطلاق ووضعه بيد القضاء وما إلى ذلك ومن التحسبات واقعة بمثل ما توجد الآن في وثيقة. كيف تكون هذه الوثيقة وطنية وحديثها سبق منذ أكثر من قرن. دعوة قاسم أمين تجاوزت الآن بوجودها تجاوزت القرن. لا أريد أن أتحدث عن ما قاله قاسم أمين إن هذه الأشياء تتفرع بنا كثيرا وأقول انتقلت هذه الدعوة إلى هدى شعراوي وما أدرك ما هدى شعراوي ومعها من ورائها سعد زغلول الذي كان يعتبر يومها ممثل الوطنية في مصر في مقابل الأزهر وفي مقابل لأن الاستعمار أراد لهذه الكيانات أن توجد ولأن يقمص ظل الأزهر فوجدت هذه القيادات ووجد سعد زغلول وكان سعد زغلول كما تعلمون يدفع دفعا قويا في القضية ولكن نتحدث عن الباب الذي نعرف بأنه أن المصريين يعرفون من الجانب الديني معرفة خاصة وأنه لم يكن يهتم بأمور الدين وأنه في بعض المرات كان لا يصوم. كلموش بالمسألة ولكن هذا اتجاه العلماني كان يومها.
ثم انتقلت القضية بعد ذلك. هذا حدث فيها رجل من المشايخ الذي يحتج على النبي وهو طارق حداد الذي وهو رجل من التونسيين كتب ينتقد كثيرا في كتاب له امرأة الشريعة والمجتمع. هذا الكتاب فيه دعوات إلى هذا الذي ورد في هذه الخطاب. وطارق حداد صاحب هذا الكتاب تحدث عن تأديب الزوجات وقال أي ما ورد الآن قال لا أعرفه قال عن تأديب الزوجات قال لا أعرفه في الإسلام إنما هو سيئة من سيئات الجاهلية. هذا موجود في الكتاب وشحن يقول الآن في الألفين يقول هذه تنبيه ما في ديال غزه كلام طارق حداد موجود. طارق حداد مات 1950 كثير كيف تقول لي الأفكار دي؟ أنا الأفكار أستطيع أن أرد الآن كل فكرتي إلى مصدرها وإلى إذن خلينا القضية الفكرة خلينا القضية وطنية. هذا الآن تيار زاحف كاسع وصلنا حتى الحظ ديالنا من يوصل طال حتى تكلم فيه ورفعوا عليه العلماء ديال في العشرينات رفعوا عليه علماء الزيتونة وحكم علماء الزيتونة على طال حتى لوائده بالشهود على الإسلام وسعد منه الألقاب العلمية ورفع ربضه المجتمع التونسي ونادى شهيدا قريبا وحده معروف في تاريخنا لم تكن بعيدة عن التنمية كانت في التنمية وفي الصحة
صلب التنميه وامام التنميه وبادرته هي الجاره. ما هو اكبر عمل في التنميه؟ ما هو اكبر عمل اكبر عمل في التنميه؟ والاسو جميع ولا لا؟ ما كانش التنميه ابرز وجوه التنميه هي تكون جامعه تبني جامعه ولا لا؟ احنا عندنا اول جامعه في العالم لا تمرقه وهي فاطمه ام البنين فين؟ كانت خارجه للتنميه؟ المرأة كانت تشارك في التنمية لحسب مجتمعها بسيط المتخلف الذي كان يومئذ. كانت المهام سوة بين الرجال والنساء، فالمرأة تحفها والرجل يحفها، ما عمرش واحد كان يدي المرأة باش يخدم عليها. هو يخدم عليها، كانت المرأة تجاهل وكانت المرأة تكافح وكانت المرأة تنسج وكانت المرأة تبني وكانت المرأة تفعل أشياء وأشياء في بيتها ولا زالت المرأة تفعل ذلك، لكن شعلنا عندنا المنظور الرأسمالي للتنمية. المنظور الرأسمالي هو اللي يتحدث عنه. مؤتمر فكري يعتبر مؤتمر فكري بمقرراته اعتبار عمل المرأة داخل البيت عملا غير مأجور. ماشي نافع لأن ما عندوش أجرة، المرأة بلا أجرة، تخدم الطاولة بلا أجرة، إن هذا عمل غير نافع. هذا معناه. إذا المرأة ليست في التنمية لأنها لا تشتغل بأجرة. لو أن زوجها يعطيها أجرة يوميا وتبقى في الدار يكون عمل تنمية، هكا معناها. ويدير لها شهرية مثلا غادي يخدمها 4500 بحال اللي يخدموا رجال في المقاطعة 4500 في الدار، طيب يوجد وعجني وكذا يخدم 4500 يولي في التنمية. هذا هو الفرق. لأن هذا الجشع الرأسمالي يفرضوا هذه الأشياء. علي عزة ميكوفيتش يقول في بعض في أحد كتابي في أوائل النظر يقول إن المرأة الآن التي يكتب في بطاقتها بطاقة التعريف الآن للمرأة عشان يكتبوا لها هذه اشتغل في خدمة في بستان ولا في كذا يكتبوا لها بأن لها شغل مثلا مستخدمة أو خادمة أو كذا المرأة في البيت يكتبوا لها بدون أي مرض الوالد ولا غير قاعدة مرفعة يديها وقاعدة جيب بطاقة التعريف عشان تخدمها بدون أي ما عندهاش المرأة مسكينة من اللي تحل عينيها وتشوف حتى يجي معاها شوف فهذا ظلم للمرأة. يقول ميكوفيتش شوف يقول إن المرأة التي هي في بيتها تتولى أعمال أكثر من أعمال الرجال بكثير. الراجل ما تمشي للمرأة يفلس تماما، أنا عارف كيف يفلس للمرأة، الراجل ما تموت للمرأة يفلس ما يتشتي تماما. يمكن المرأة يمكن يموت الزوج باش تمر البيت، ولكن إذا مات المرأة غالب من البيت ما كانش يعور المرأة في العمل. يقول بيكوفيتش إن المرأة التي تشتغل في بيتها وتهيئ كل هذه الأعمال و تنجي الرجال وتكون الرجال العظماء يقال لها بأنها بدون منها. هذه المرأة نفسها لأن أرباب الرجال لا شيء دون منها. نخرجها ندخلها واحد معمل. نكلفها بتضية الأرانب فتصير ذات المهنة. إذا المرأة التي تربي الأرانب ذات مهنة والتي تربي الرجال ليس لها مهنة. هذا هو المفهوم أي مفهوم الأجرة. ونشوفوا الآن من بعد إن شاء الله سنجد أنفسنا مضطرين نقرأ وسائل الإمكان والمغالطات اللي فيها. المرأة التي تأخذ الطعام وتضعه مثلا أمام زوجها هذه إهانة مستعبدة. الرجل يستعبدها لما تنضج له الطعام ما ينضج الطعام ولا ينضج شيء. ولكن هذه المرأة اللي ملقتها هي نفسها ونعطوها تنضج تهيئ الطعام وتنسك في مطعم عمومي أو الطائرة وتسلم وتنسك الطعام طعام أمام الغريب الذي ينظر إلى جمالها والذي يقذف في وجهها الكلمات ويرى فيها انها مجرد خادمه تقدم له الطعام. هذا عمل شريف. اذا قدمت الطعام لزوجها فهذا عمل مهين لا يناسب كرامه الله. اذا قدمت هذا الطعام لشي واحد سكري يكون عمل مهم جدا لان هذا يناسب كرامه الله. ان هذا فكر راسمالي يقيس الاشياء بقياس معين. مع ان اقول ان المراه التي تهتم ببيتها كلاش على الخارج البيت تستثمر استثمارا عظيما. استثمار واي استثمار؟ استثمار في الرجال. توجب رجالا
فإذا نجحت هذه المرأة وخرجت منها هو الطبيب وهذا مهندس وهذا كذا وهذا خبير وهذا، فهم أبناؤها وهم عدتها وهم رجالها وهم حظها من تقية المجتمع. طبعاً قول هؤلاء بأن إدماج المرأة في التنمية لم يكن فيه مغالطة. ثم ماذا نولي هذا؟ احنا ما قلت عن تنمية المرأة، استحنا اليوم ما جاي حدا يجيبوها معه. ما هي تنمية المرأة؟ كانوا الإخوان يتكلمون ما يخلوك بعض المرأة تبدأ إذا ما تفهموش إلى عشان يقول لكم أنا نفسحوا عليكم، تبدأ كل شيء. ما هي تنمية المرأة؟ المرأة في البادية لا تقرأ ولا تكتب كي الأمية، والرجل في البادية زعما دكتور. يقولون لنا عار أن توجد المرأة الأمية في البادية، عار، نعم، عار، ونقول نحن أكثر عار من ذلك أن يوجد الأمي تحت قبة البرلمان. الذي يمثل ويوقع على قرار فهو امي لا يقرا ولا يكتب. مستجاب. رئيس بلديه لا يقرا ولا يكتب. من قدم هذا الرئيس حتى صار رئيس بلديه وصار في البرلمان؟ الم يكن يحمل تزكيه سياسيه لشيء حزب الاحزاب ولا الاسلام جاء بالكلمة؟ الاسلام بانه دين هدف؟ امر الله بان يكون هذا الامي في البرلمان؟ ما كتب. اذا فانتم ليش كتب؟ نحن نقول للناس الذين يتحدثون ما كنت شرطوا بالبحث. شوف لا بد من ترتيب الاولويات، الاقرب الاقرب. واحد انسان جاهز للتنمية جاهز، شوفوا انتبهوا يا اخوان الله يخليكم، واحد يقول لك انا مستعد ما تخسر عليا لا ضرب ولا زيد، انا بغيت ندخل التنمية بسم الله، وواحد غادي يوجدوا بعد 10 سنين باش يوجد التنمية باذن الله. هذا ما بغيتش نقول لك انا. عندنا الان ما يتجاوز 100,000 من الشباب العاطل، فيه النصف 50,000 ما عاطلة مكونة ومؤطرة وعندها ليسانس وعندها دكتوراه وهي تسنى ولا أحد يلتفت إليها ولا أحد يدخلها في الدنيا. دخلها في الدنيا موجودة في كل بلادكم. من قال لا؟ دخلت منها 50,000 خليهم جميعا، أنا ما خليتش ولا جميعا، كيما أنا كنسى. 50,000 مرة جميعا. 50,000 مرة الآن في الأصوات في الشوارع الآن جالسة باش تنقذ تطالب بالشغل. ما تطالب التنمية ما تدخل التنمية. أش على هذا الذي لا احنا بغينا التنمية الذي لا يأتي. نحن نقول وهذه بين قوسين بين قوسين أقول لكم أمتنا أمة مرتبطة بالدين ويرفعها الدين ويخفضها نبوتها من الدين. الأمية عندنا فعلا كافحناها وحاربناها ووقفنا ضدها بأسلوبنا الإسلامي مش بأسلوب آخر، ما كانت لا الأمم المتحدة ولا كانت في وزارة التعليم ولا وزارة الشؤون الاجتماعية. كيف؟ كل قرانا شوفوا النظام البديع، قرانا كانت فيها مساجد نعبد الله فيها ونصلي فيها ونستضيف الفتيان من كل جهة، يجي الشاب من أي جهة يجيب السفارة ديالو ويجي يأكل ويشرب على نفقة القرية طول إقامته. القرية كلها متضامنة وتشارك وتعطي الطعام والغداء بوحدو والعشاء بوحدو والفقه خالص حتى يتخرج من تماك وهو مثقف وهو يحفظ القرآن وله مبادئ العلوم ويمشي يكمل تكمل في جهة أخرى. في بعض الإحصاءات أيها الإخوة في القرن الماضي في منطقة الشمال أعتقد جبال أو ريف منطقة من المناطق جاء بعض المشرقين في القرن الماضي فدخل الطوب وسأل عن السكن فلم يوجد فيها هذه الطور رجل واحد أو امرأة لا يقرأ ولا يكتب. ما كانش. لماذا؟ لأن الناس كانوا يقرؤون من أجل أن يفتحوا عيونهم على كتاب الله. كان حب كتاب الله يدفعهم إلى المطاردة الأمية. فكانوا يقرؤون وكانوا يكتبون ولم يكن لهم رغبة في شيء ولا أن يوظفوا ولا شيء من هذا القبيل. فحب القرآن هو الذي منع الناس منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المثال ووضع أول برنامج تعرفه الأمة هو تحرير الذي يحرر الناس من الأمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحرية واعتبر ذلك في
والعلماء لهم في هذا تفاصيل كثيرة وأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم رتب لبعض الناس أجرة إذا هم ما يعودون. إذن فمحن الأمية عندنا ومصوب ديننا، ولكن لا يمكننا أن نقول إننا سنواجه الأمية فقط بهذه الأسلوب التي تعرفه أوروبا أو مع الناس مع الناس، ولكن عندنا أدنى نقطة أقل تجمع 10 كثير في الفقه. الفقه يصير محكي في الأمية، وكان عن اسم التدخل المحسن المدارس التدخل التدخل تكشير لما يتمعش أنه موجود تدخل. فالرجوع إلى القرآن يملك الأمية. في آخر إحصاء سمعته أن الدول العربية في سنة 1990 كان فيها 61 مليون أمي. الدول العربية في هذه السنة أصبح فيها 160 مليون أمي. وجد محو الأمية ولا نحو الأمية؟ إذا هذه المجموعة الأفغانية نقول الله يجزيكم بخير. أي واحد عنده فكرة ينقد بها المرأة ويكلم بها المرأة ويرفع من مستوى المرأة ويقول المرأة الأفغانية الحقيقية نحن معه، وسوف نرحب بفعله وسنشيد بفعله إذا فعل ذلك في الحقيقية. هذا هو موجود عندنا، وهالتنمية احنا الباب موجود، دورنا هذا الشيء موجود الله يجزيكم بخير. حاولنا نساوي جدد بالليسانس والدكتوراه قاعد يعني يستناو دمجوهم في بلا قبل خلطة، ولا الخلطة هي المريبة على حوايج أخرين. إذا هذا في العنوان هذه مناقشة العلوم. هذه الخلطة لها مخالفات للشريعة الإسلامية، هذا الأدبي القصير، لها مخالفات للشريعة الإسلامية واضحة. ونحن ما انتقدنا هذه الخطة أساسا إلا من هالجانب، هي مخالفة تلك بعض الأشياء السياسية راه فيها أخطاء سياسية. إذا هو السياسيين يتكلموا مع السياسيين راه فيها أخطاء سياسية، وربما يستغرب مش الحال كما نذكر لكم، ربما يمكن ما نذكرهاش من بعد الإنسان نذكر لكم. إحنا المغرب خصكم تعقلوا على هذا المسألة. ما راش نشوفوا نحن عندنا بعد ديالنا في العالم، وعندنا البعد الحقيقي في افريقيا، وانا نتمنى اي واحد منكم يكون شاف بعض الدول الافريقيه، بعضكم شاف السنغال، شاف بعض دول نيجيريا. هذه الدول تخصنا نحن المغرب خصوصا باعتبار خاص، يرونا انظروا الى المغاربه على اساس انهم ممثلون انهم حمله الفقه المالكي، لان معظم الكتب التي قراوها جاءت من علمائنا، لان لهم ارتباطا من جهات متعدده. الافارقه لهم نظره، انا اقول هذا الشيء ماشي، انا رايت بعض الدول من الدول الافريقيه ورايت كيف ينظرون الى المغرب، ماشي نظره اللي يشوفها تونس ولا مصر ولا ليبيا. احنا بالنسبه لنا عندنا تجذر وعندنا عمق في افريقيا، احنا خارجين من منظمه الوحده الافريقيه، ما حناش فيها، ولكن عندنا حضور بهذا السبب بالبعد الاسلامي. اي واحد الان تخاطبوا بالاسلام من هاد الناس الا وهو ينجذب الى الاسلام، هذا امر مرئي شفناه. لما جاوش تشوفوا في افريقيا الان نريد ان نقول للافارقه، ايها الافارقه، هذا الشيء تعرفوا شاء المغرب سباق الدول الاخرى في العلمانيه وفي الطمع من دول الحقوق الشخصيه وفي الطمع من الاحكام الشرعيه، سيروا تقولوا جهه الله يهديكم. هذا قرار سياسي، هذا خطا سياسي، يجب ان تظل صوره المغاربه باعتبارهم حمله الفقه المالكي، باعتبارهم لهم خصوصيه ولهم بعض الامتيازات، يجب ان يظل هذا بعدنا الافريقي الذي يجب ان نرتبط به. خطا اخر في الشمال، هذا خطانا في الجنوب، خطانا في الشمال. العمال الان نحن ندعوهم الى استثمار في المغرب، ارواحنا وكثير منهم هربوا، هربناهم خصنا لهم الديار ديالهم وسجيناهم قبل ما نجي داخل من الحدود وهم ينسلوا فيه، تهربوا ما كانش الدوله اللي تبقى الناس تجاوزوا الحدود ديال العقيدة وديال السلطه وديال الرشوه، ما بقاش كما في اوروبا، باش تجي ديال هذاك اللي يفوت ينسلك. انا ما عندي ولادهم ما بقاوش يجوا عندنا، راكم تعرفوا هذه المساله، هذه المساله فيها جد، اخطانا ولكن بعضهم باقي يجيب. يجي واحد فيهم يتزوج من المغرب يقول لك لانني بغيت نتزوج على كتاب الله و
وسنة رسول الله وبغيت نزول واحد الزواج شرعي اللي ما غاديش فيه تحت القيود ديال الأوروبيين، باقي فيهم واحد المجموعة يجيو لهنا في الصيف يتزوجوا منا ويمشيو عند عدو يكتبوا كذا باش ما يتزوجوش الزواج الرسمي. حنا غادي نقولوا السي محمد الله اللي غير معجب راسه راه كي حنا كي هما. هذه كتاب الاخره، هذه كتاب مناقشه الفكر، علاش؟
الإسلام فرض فيه باش يكون استمرار وإذا ما فيش نحن شدين ما قدر نخسر وفرض فيه أن ناقش هذا الأمور يعني اعتبر التعارض الاجتماعي والاقتصادية ومبادئ الديمقراطية كيف يكون فيه الديمقراطية لا يكون زيادة سكوبين نحن نطلب الديمقراطية نحن نريد الديمقراطية الإسلام فيه الديمقراطية ونحن نريد أعتبر الديمقراطية حنا تقولون لا سكتوا كاع مكاينش العالم انتوما كاع العلماء قال لا وجود لهم ما تسكت في امن ما تسكت في امن الناس تقول لها ما تهضريش الديمقراطية لما تمنع الازمة اللي كاينة في العالم شنو هي؟ ازمة الديمقراطية لو كان كاين ديمقراطية في مصر يكون هذا ارحم والناس ما استطاعوش يقولوا هذا الشيء ما استطاعوش يقولوا هذا الشيء في الحكام ديالهم لانه دائما يقول 99 بس 99 في 99 بلاد الإسلام يجب أن تكون حرة لا بد من حرية المثقف المثقف يكون حر يكون الكلام حق لسانك أنت عندك الرئيس يترشح بوحده ونجح بوحده ونجح 99 وتجي تقول لا بد من الحرية كل حرية في مجال حقيقي أنت الآن حرية ولكن مش حرية لأنك تتبدل الإسلام وتتبدل الإسلام وتحكي الإسلام باسم إليك كي يقول هذا الواقع أن تدخل ولا تدخل الحرية وأنت تجاملون وأنت تعرف الآن أي معصية كل العلماء في هذا يرد الأقلام زعما حد الحرية موجودة في العالم الإسلامي ثلاثة حرية ماذا في الدول سنة 99 ما كانت حرية فيها الدول الأوروبية فيها حرية فيها كان نساء في 1945 واحد طلع كذا وفيها انتخابات نزيهة وانتخابات حرة أنا عارف الدول الإسلامية هادشي كاع حاجة خلينا بالديمقراطية وما جانا الديمقراطية هذا حلم ما عندش الناس وحتى يتكلموا الان عن الديمقراطيه لان اول واحد يتكلم الان ويحضر على شي واحد من هذا الصالحين ديالهم تصبح الجرائد قاسية ويدخلوا واحد بعد كتب شي صاحبه بلاد الحزان انتقد حتى جمع الحكومه بعد شي صاحبه سكتوا انتم نوصل لكم واحد شي صاحبه شي بيطلع وأن إسرائيل دائما محقها المساواة فيكون شكون المساواة كيف يكون المساواة
المقلوبة لا نرى مستوى ما نفروش يعني مستوى بهذا الشكل الفضفاض اللي بدعوا في حتى المقلوب في الكنز هذا كيف مستوى من جميع المستويات اللي ما شافش اللي يبغى يتأكد يشوف العالم ثم يقول يجب ان يكون الشيعة الاسلاميين على النقدي والتجديدي والاجتهادي والمقاصدي النقد والتجديد والاجتهاد والمقاصد كلها عوامل لتفكيك الاسلام معناه بطريقه يجب ان ننسب الفلسفه نقد ونجد فقه اخر ها والمصلحه والمقاصد وما احنا نقول والاجتهاد كيف الاجتهاد خليها بين قوسين بمعنى ان اي واحد يتكلم الاجتهاد نؤمن به ولكن نؤمن به بضوابط الاجتهاد من لا نؤمن به الانسان الذي لا يفهم شيء من الشريعه الاسلاميه سنؤمن به هذا امر اخر نقول ان الاسلام ليست له هذه المقابل ليست هذه اصول الاسلام الاسلام في احكامه الشرعيه لا يقوم على هذا ما نديروش الاسلام بالنقد والتجديد والاجتهاد والمقاصد لا الاجتماع الشريعة الإسلامية في فقهها قامت على الكتاب وعلى السنة والنظر في نصوص الكتاب والسنة بضوابط وبملاحظة الألفاظ التي تقدم وليست تؤخر وباعتبار أن الجارية يؤخذ في الخفي وبأن الجارية درجات أن فيه اللفظ المفسر واللفظ المحكم والكلمة النص والكلمة الظاهر وهناك تراتبية فلا نقدم ظاهر على نص ولا نقدم نص على محكم ولا نقدم محكم على مفسر عنا ندرس عنا عمل هذا عمل مجتهدين وعنا الفاظ اخرى خفيه مترتبه كذلك في الخفاء عنا اسلوب للنظر ثم بعد هذين الاصلين هناك اصول اخرى خلافيه عنا الاجماع عنا شرح من قبلنا عنا سد الذرائع عنا عمل اهل المدينه عندنا نصوص اصول وبين قوسين أننا نجمع الشيء في الجرائد بين قوسين هذا الذي يقال الآن الناس يقولوا في المالكية على آخر غير الفتنة ويقولوا في المالكية تسيب لما يكون على عجب الفقه المالكي قائم على المصالح كل قلبه كل قلبه ضحكوا على الناس في الإسلامي ما قالش المالكي ما قالش على المصالح أبدا المصالح جزء من المصلحة جزء من 16 جزءان الفقه المالكي يسير ما تكلمش على الناس خلوا العلم علم الفقه المالكي قائم على 16 اصل منها عمل اهل المدينه منها اعتبار المصلحه منها اعتبار مراعاه الخلاف منها سد الذرائع 16 اصل وتكلموا به العلماء وهنا يتخالف اصول الفقه مع اصول الفقه المالكي مع اصول الحنفي مع الحنبلي مع هذا يتخالف وعلى 16 أجلس حتى تطلق قولهم في الفقه الإسلامي القائم على المصلحة واش لما يكون عندي الكتاب والسنة الضوال على المصلحة لما يكون الآية نص في الباب واش نعمل المصلحة إلى الآية عندك يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة لله مثلا آيات التي توجب على المسلمين أن يصوموا كتب عليهم الصيام كما كتب عليهم هذه آية في أنها نص واش يجي واحد آخر يقول لا من المصلحة لأن لا نصوم لأن الإنتاج كذا واش نديرو مصلحة قادرة على تنسيب الكتاب؟ هذا معناه مصلحة هي الأصل والكتاب والسنة ضايع اليوم. إذا هذا تخليط. أصول الفقه يقول قريتها ربع أخبار طلبة العلم أن توعكوا بأنها ماشي مصلحة فقط. ثم لماذا؟ لهذا كان يتكرر راح نسمعوه في الصعود. هذه المصالح التي ما هي المصالح؟ إذا شفنا واحد يبيع المخدرات، قول ما تديش المخدرات، ما تبيعش المخدرات، قول لازم لي مصلحة، درت الفلوس بها، وأنت إيش؟ لا تقول لي، هذا مصلحة، هذا مصلحة، لازم أنا واحد خارج بالعشية بالموسيقى يقطع الطريق على عباد الله، ما شديهاش، بس مصلحة، شغل يكون فيها أنا نمكن ولادي بهذا الشيء، إذا شفنا واحد يجيب خمر من المنيا اللي يجيبوا الناظر، نقول علاش شدي هذا الشيء؟ حسيت مصلحتي، إذا مش أنا هذه مصلحة، غير اللي كان شي حاجة عليها هو مصلحة مسكتلو. المصلحة في الشريعة الإسلامية رجب بالمعنى اللي يفهمه الناس يجيو يسال فكرة خارج يديرها في الكتاب ويسميها مصلحة لا المصلحة درست عند علماء المسلمين وقرر في شأنها الكثير الكثير العز بن عبد السلام كتب في المصالح الإمام الشاطبي كتب في المصالح الدكتور البوطي كتب ضوابط المصلحة
الاصلاح دكتوره ديال الدوله ضوابط الاصلاح ما يقبل وما لا يقبل وطالع عاشور راهو كتاب في كتب تما واش دير الناس تصور الاصلاح اللي يقعد مثلا شاف شي خزي من الخزي يقول هذه الاصلاح ويحب وجه الاسلام اما هذه والمقاصد شنو المقاصد لو نسولهم مجموعين انا كاع جمعوا لي هذو كلهم اللي كتبوها بوثيقه مجموعين الا تسلمنا مع المقاصد حنا نسلم لهم كاع الوثيقه كل هذه الحاجات إلا تسلموا لي مقا أنا أقول لكم أنا نتحدى حنا نتحدى جمعوهم لي مجموعين جمعوهم إلا فهمونا ما معنى المقاصد في الشريعة الإسلامية أنا نسلم لهم هذا ما فاهمين والو الناس يهضروا كلام طنان كلام أجوف بحال في المحل اللي مرقتو قلت لكم شي مرة بحال ديك الفلوس ديال الكريم فيهم تقرقين وما يفوتوش فالإجراءات المقترحة سوف الآخر في الجملة انتبهوا بس قروا قراءة شرعية فالإجراءات المقترحة في هذه الوثيقة مطابقة لروح نص القرآن شوف الكلام هذا مزيان الإجراءات المقترحة مطابقة لروح نص القرآن هذا سهل هذا في جزء الكبائر الكلام في جزء الكبائر الكبيرة الأولى أننا لا نتحدث بالقرآن في ديننا لا نتحدث عن روح النص القرآن نتحدث عن منطوق القرآن إذا قال القرآن افعلوا والنص واضح وكان دلالة واضحة فنحن نلتزم بالنص معنى روح من القرآن آيات القرآن معروفة ومحددة آيات أحكام بينها لأحكام بنصها 500 آية الآية التي يخلنا الأحكام آيات أخرى كيف نقول إحنا النص نحن لا نتحدث عن روح ما كانش في الكريم كلمة عن روح القرآن احنا عمرنا ما تكلمنا عن هذه الموجودة عندنا هذه موجودة عند أصحاب القانون عند مونتيسكيو الذي كتب روح القوانين احنا ما عندناش روح القوانين النص القرآني يحترم نخلي القرآن اللي هي نصدعه ولا دار معنا روح القرآن المعنى ليسبري دي القرآن معنى روح لا ما كاينش القرآن الموجود هو يلتزم هذه الأولى الثانية التي لا يتنبه إليها كثير من الناس أن هذه مقترحات مطابقة لروح نص القرآن والسنة فرعها قولنا الوثيقة واش كاين تاع السنة واش كاين شي إسلام قام بالقرآن فقط الإسلام قام على أصلين الكتاب والسنة هذه الوثيقة ما تكلمش عن السنة أصلا صافي هذه يراجع مشتطة ونسمي كلمة تبعتها حنا ماشي روح القرآن وماشي روح السنة القرآن والسنة عدم تكره مصادر الكفر بعد هذا تقول ندخل الإجراءات سن الزواج هذه تقترح رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للفتيات طبقا للاتفاق حول حقوق الطفل الذي سبق على المغرب في يونيو 1990 في الحالات الاستثنائية إذا كان الزواج دون سن 18 ينبغي موافقة الفتاة وأن تكون تحت إشراف القاضي الذي يبرر الدافع إلى هذا الزواج لأن الضغط الاجتماعي الممارس على الفتيات الفقيرة في العالم القروي له تأثير على الزواج ممكن بلادات ذات مخاطر مما يجد يحد من إمكان تعليم المرأة وتشغيلها وشوف ودل العالم القروي اهتمام بالعالم القروي جمال بالعالم يبدو لك الدينة ما خاص نوال وحنا يبدو الدينة يبدو لك على ضغطنا منها كاع النساء الحمد لله كيبغيو يمشيو يولدوا راجل بالمستشفيات الموجودة ما عندناش حنا مرات مبلوكة في بعض المستشفيات ما عندناش مرات بعض المستشفيات المرات مبلوكة في بعض المبلوكة ما عندناش مسائل هذه المدن هي دينا علاش؟ لأن المغرب هو قاعدة اتفاقية للأمم المتحدة 93 و 93 هذه النقطة نناقشها ونقول هل سؤال أول هل جميع سنطرح عندنا كذا نقول هل جميع نساء العالم يتزوجن في 18 ولا لا؟ سؤال المرأة المغربية لا تدخل شيء غير واش النساء كلهم من العالم يتزوجوا في سنة 60 ولا غير أن هذه مع بعض الدول المتخلفة بحالنا كاين مرأة ما تزوج في سن 15 الأمريكية تزوج 15 وما تزوجش في 93 ولا 94 15 تزوج 15 بالقوة وصافي إلا بغات تزوج هذه وحدة
إلا هذه السنة 13 ماشي محترمة عند الجميع. إذا كنا نحن نقول الأوروبيون فعلوا هذا، نقول لكم أمر آخر في الأوروبيون. الأوروبيون خفضوا في بريطانيا، خفضوا سن الشذوذ الجنسي من 18 إلى 16. ماشي زواج، شذوذ. نزلوه من 18، قرروا أننا أخرنا على الشواذ وكنا نعطوه له وكذا، باش يمارسوا حريتهم البنات يبنوا سويت باش ما يحتاروش مش قاصرين. لأن هما تدعيهم سنتين. فنزلوا خفضوا الشذوذ من 18 إلى 16. وحنا نرفعوا الأمر الذي أحل الله هو الزواج من 15 إلى 18. علاش؟ لأننا ممتحنين بالوجه. هذا نحن نسأل ما معنى أن المرأة إذا أردت تتزوج وعمرها من 17 سنة نحذرها ولا 15 نحذرها قبل سنة 18 ولا بغيت تتزوجي قبل 18 فواحد الإجراءات كثيرة والقاضي خصو يدخل وكذا ويبرر المبرر وما هو بالضبط وما هذا ما معنى أننا نقول هذا الأمر نقول ليروح الإجراء وإحنا نشوف أن الجمعيات بعض الجمعيات ومكونات من اسم المجتمع المدني تقوم بعض الجمعيات تقوم في مناسبات خصوصا مناسبة محاربة السيدة تقوم وتوزع في الإعداديات والثانويات العازل الطبي. بعض الجمعيات توزع على الفتيان وعلى الفتيات في إطار محاربة السيدة توزع العازل الطبي. أي يسمح أي كأنها تحارب الفتيان والفتيات على الزنا ولكن حتى لا يقع لهم الأذى والتضرر وحتى لا تنقل عليهم الأمراض المعدية. إذن معنى هذا أن هذه الخطة فيها أن الزنا حلال، فيها أن الزنا حلال وأن الزواج حرام. هذا النتيجة. الزنا يحل وما متكلموناش الآن أش كاين في الفنادق أش كاين في المحلات فتيات 13 سنة و14 ماشي 16 13 14 15 وشحال ديال الفجور هذاك الشيء كله معلوم أخرى عليه. ولكن الآن الحديث عن منع الزواج من سن 15. تتحدث هذه الوثيقة عن شيء اسمته الوصاية وتقول وجود وكيل في الزواج يجب أن يكون اختياريا كما هو الشأن في المذهب الحنفي حيث إن الفتيات البالغات سن الرشد يتزوجن بدون ولي. هذا النظام يرجع إلى المجتمع الإسلامي التقليدي ولم تعد هناك أسباب لاستمرار إجباريته نظرا للدور الذي أصبحت تلعب المرأة في المجتمع وكذا لارتفاع سن الزواج. هذا أخرى أيضا سمتها الوصاية هذا الوثيقة سمتها الوصاية أي على المرأة وهذا هذه التسمية لا تعرف لا في الشريعة وهناك فرق بين الوصاية والولاية ولكن هؤلاء الفقهاء فقهاء الخطة لا يميزون بين الولاية والوصاية. الوصاية أن توصي الغير بأن إذا تكفل بإبنائه أما الأب فليس وصي إنما هو ولي. طبعا هو بعاد باش يفهموا الوصي والولي هادشي عندهم مسكين. أنا تعجبت دائما نقول شي بعض من الإخوة كما نتعجب لكم قلت هذه الخطة لا تخالف الشريعة الإسلامية. معنى اش بغيت تقول لنا اجتمعتوا انتم في واحد المحل في واحد القاعة ولا في واحد البيت ودرتوا خطة وحدكم بلا فقهاء طبعا الفقهاء ما حضروش وصرتوها وعجلتوها وخرجتوها تاني فرضها تساوي الإسلامي وخرج الإسلام حرام. سبحان الله العجاب دارناها لا إسلام لا نكون حاضر الفقهاء ولكن كي خرجناها أجبرناها شبه الإسلام.
بلا اسلام وما عندهم خبر لا بالحريب ولا بالايه ولا، ولكن سبحان الله من الذكاء ديالهم داروها حتى خرجوها لنا اكتشفوا الكريم بحالها بحال الاسلام ما تخالفوا حتى شي حاجه، واللي قال شي حاجه بان خالف الاسلام يقول له اسكت انت فقيه رجعي انت ظالم ومتخلف. وكاين بعض الفقراء خافوا بعدا بلاو يسكتوا. شوفوا رجعي الى قبلها الله منكم راكم تدخلوا بها الجنه. تولي تتقدمي باش تنتهي حرمات الله وتنتهي الشرع ما عندك ما دير تهي تقدمي تقدمك الى جهنم. هذه المصطلحات لما تعني لا تجحى رجعي تقدم ما محتاجين شي واحد يضربنا على كتابي. اذا كان هذا الشرع غادي نقوله سميني رجعي سميني ظلامي سميني اللي بغيت، ولكن انا نقول لك بان هذا مخالف الشريعه الاسلاميه يطلع لنا. وجود وكيل يجب ان يكون اختياريا كما هو الشأن في مذهب الحنفي. هما ولا المقام هما مشوا لمذهب الحنفي. اذا هما الان يتمسكوا بالمذهب الحنفي لان المذهب الحنفي لا يقول بالولايه. اقول هذا خطا مركب فيه جهل بالاسلام وجهل بالمذهب الحنفي ايضا. المذهب الحنفي له كتب عنده مصادر ديالو. المذهب الحنفي ماشي غير ردكم الى بدائع الصنائع ديال الكساني ردكم من هذا قالوا في بدائع الصنائع ما نمشيوش حنا كاع نمشيو بعيد. المذهب الحنفي ماشي لانه راه بعيد حنا غادي نبقاو نكذبوا على المذهب الحنفي ما غادي نسكتوا عليه موجود. المذهب الحنفي فيه قول ابي حنيفه وبعض تلامذته وكان لا يقول بالولاية، ولكن المتأخرين وعامة الحنفية يتحدثون عن الولي كما يتحدث عن غيره. بل يقول محمد بن حسن الشيباني من أخص تلامذة أبي حنيفة إن الولي واجب وركن في الزواج. والمذهب الحنفي الحمد لله موجود وعنده فصول في الولي ومن له الاجبار ومن ليس له الاجبار من اولياء الحال عاد في الملك بحيث اي واحد ما يعمل ما يمكنش. نوضح لكم هذه القضيه باش دائما ما نبقاوش نشوشوا علينا بها. ابو حنيفه طبعا تعرفوا كان في الكوفه وكان يسبق الائمه كلهم يسبق لمالك والشافعي واحمد بن حنبل. ابو حنيفه كان في الكوفه وكان قد اتخذ في اساس مذهبه ورايه اراء في قبول خبر الآحاد. كان عنده خبر الآحاد لا يأخذ به بإطلاق، ويقول خبر الآحاد يؤخذ عنده به عندي إذا لم يقع فيه انقطاع. وكان يسمي أبو حنيفة الانقطاع القرين وهدر باش نناقشوا معه إنه ما يعرفوش هذا الشيء لابد لأن كاين شي واحد غادي يعرفنا من دار الحنيف علاش قال. طبعا هذا قدرنا قدر نحن نقول شي بعض نقول سلم له ولعب معاه باش نناقش معاه نقريوهم وناقشونا من بعد حتى نقريوهم من الحرام ويجوا عارفين من بعد يناقشونا حنا خاطرين باش تكون ما عرفوا نهائيا ولا باش يكلام تضمن وكيقولوا اجوب ما عنده حتى شي معنى. ابو حنيفه قلت كان يرى ان المذهب ان الخبر الاحد لا يعمل به اذا كان منقطعا. وعند ابي حنيفه ان من الانقطاع في خبر الاحد ان يخالف نكاحها باطل باطل باطل. هذا حديث عنه بحديث عائشه وغادي نتكلم عليه فيما بعد. هذا حديث عائشه قالوا ان عائشه زوجت بنت اخيها واخوها غائب اذ فكونها زوجت بنت اخيها فكان عائشه صارت وليا اذ فبهذا قامت بهذا العمل اي تولد وهي امراه فبهذا تكون قد ناقضت الحديث الذي روته. اذن فلا ياخذ ابو حنيفه بهذا الحديث لان راوي الحديث عمل بخلافه هكا. الذي تعرفون ان ابا حنيفه وما ناخذوش محل احمد بن حنبل في الحديث. احمد بن حنبل له المسند اللي فيه 30 الف حديث وزاد ولده 14 الف. احمد بن حنبل ابو حنيفه كان عنده 40 الف حديث في مسنده. الامام مالك كان محدث كبير وله الموطأ وله العلم الكبير بالحديث. ابو حنيفه كان عنده منهج عقلي فخدم هذا الاصل.
وانتهى الى ابي حنيفه فان عائشه زوجت بتاخير. قال المحدثون لابي حنيفه ان عائشه لم تزوج بتاخير، نعم تبقت مع رجل على ان تزوج وبقات لكن ما زوجاتش، هضرت الهضره الاولى وسكتت. فرجع ابوها فعرضت الامراه عليه، قالت له ان ابنتك قد تقتلين هذا ذكرى وقبلت. فغضب اخوها وقال ابيت لي يفتات عليه، ابيت لي تقدم عليه. قالت له ماذا تقول انا الامر اليك، انا ليش جديت حتى عرفنا في حال هذا الكلام؟ قالت له الامر اليك. فنظر اخوها فاجاز الزواج، الا حتى خبر عائشه ليس مطعولا فيه. ابو حنيفه قال له هذا الراي في هذا وفي الامور الاخرى، لان ابا حنيفه كان له مذهب خاص في الحديث وراي خاص في حديث الاحاد، لذلك رفض الحديث اصلا في البدايه، وهو اي امراه نكحت ابن نفسها بغير من ولدها فنكاحها باطل باطل. هاني زين. هذا اللي يتكلموا الان باش نذكر لكم الاشياء اللي يتكلموا الان، ربما بعضكم طلبة في كليه الحقوق غادي نتكلم معكم بما هو مكتوب عندنا. عندنا كتاب او بداوا منه بعض اصحاب الوثيقه وجمهور بداوا كتاب للتعليق على قانون الاحوال الشخصيه، تعرفوا تاع احمد الخليجي. قال استاذ احمد الخليجي راجع لك، راه حاضر نفس السنه الماضيه. احمد الخليجي تكلم في التعليق في كتابه الجزء الاول تعليق على قانون الاحوال الشخصيه، استند الى هذا الى كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد لابن رشد. ابن رشد هو الذي قال بان الحديث الولايه ليس فيها حديث صحيح نص قطعي او نص واضح بكذا. اذا هذا الكلام اللي قراوه في كتاب مثلا التعليق لا او ما عرفوش لا باش تاكيد ما كانش عرفوا ماشي مصحاب بدايه المجتهد ماشي مرفوع قادم، ولكن هذا النص وجدوه في بدايه المجتهد وجابوا احمد الخليجي والان هو الان حجه. غادي نقول لكم بن رشد الحافي ماشي الجد، كاين بن رشد زوج، الجد وصاحب البيان والتحصيل صاحب مقدمات الوهيدات التي كبار الفقهاء المالكيه. بن رشد الحافي هذا رجل له اهتمامات اخرى فلسفيه وكذا وكذا، واهتم بمواليد القضاء كذا اهتمام الفقهي، وجمع منه هذا الكتاب الذي هو بدايه المجتهد ونهايه المقتصد، وذكر من احييكم على المصادر صاحب الدين والتكميله في عمرات مراكشي في الدين والتكميله في الجزء السادس 29 تحدث عن ابن رشد وتحدث عن قول من قلم العلماء انه لم يكن معروف بالفقه الا بالفقه لانه اشتغل به، ولكنه ليس من الفقهاء المالكيه ماشي كما الفقهاء المالكيه جدوا. على ان ابن عبد الملك قال كلام اخر، هو ابن عبد الملك ذكر بعض الاخبار ان نحتاج الى المجتمع ماشي ديالو ماشي ديال بلاد المجتمع ديال بلاد الرشد، هذا كلام موجود نعرف كلام ما نقولوش كلام هو يتكلم على امور اخرى. انا نقول لكم شوفوا شوفوا ديروا التكميل اللي عندي عندي التكميل الجزء السادس يقع هذا الكلام راه موجود. بن عبد الملك هذا السيد هذا لم يكن خبيرا، اي لم يكن خبيرا بالحديث ما عندوش ماشي محدد. قال هذا الحديث هو كان باغي يطعن الحديث اي امراه نكحت بغير ان ولي فنكحها باطل. قال هذا الحديث اخرجه الترمذي، ردوا بالك من كل حال ما جمع صنع ذي الحديث. وقال عن الزهري عن عروه عن عائشه قال ان ابن عليا سأل ابن جريج أو إن ابن جريج سأل الزهري عن الحديث فأنكره الزهري، أي ابن جريج خدع الزهري، والزهري فيما بعد سئل سأله ابن جريج عن الحديث قال لا أنكره. هذا ما قال ابن رشد. أقول ابن رشد وقع في هذا من الجانب الحديثي، لأن العلماء تعقبوا على الكتابات مسموم تعقبوه. فقال حديث أي امرأة نجحت بغير ابن وليها الذي قال فيه خرجه الترمذي موجود، أخرجه الإمام أحمد في المسند جزء 6 47 165، أخرجه الدارمي السنن الجزء الثاني 137 كتاب النكاح، أخرجه أبو داود في السنن الجزء الثاني 566، أخرجه ابن ماجه سنن ابن ماجه الجزء الأول 605، أخرجه ابن الجارود في المنتقى
كتاب نكاح اخرجه ابن حبان ما حكاه عن ابن هشام في موارد الضمان، اخرجه الدارقطني في السنن، اخرجه الحاكم في المستدرك، اخرجه البيهقي. كل هؤلاء اخرجوا هذا الحديث، وابن رشد قال انما اخرجه التلميذ بما ان جاهل طرق هذا الحديث، ما كانش عنده طرق عربي ويظن ان هذا الحديث صدق التلميذ. التلميذي بن جريج بن جريج عن الزهري، بن جريج عن الزهري عن عروة. هناك نقص في هذا السند، لأن في هذا السند نقص سليمان بن موسى هو المثل الباهلي بن رشد، وذكره العلماء وقالوا إن رواية ابن حديث بن رشد هنا حديث غير كامل غير صحيح. أما ما قاله ابن عليا، قال ابن عليا إن ابن جريج سأل الزهري فأنكره الزهري، هذا لا يسقط الحديث، لأن الزهري أخبر الحديث وبلغه ربما كبر لما بعد فنسيه، هذا ممكن كذا. هل كنت عند واحد فيه يقرأك القرآن، حفظك القرآن، حفظك القرآن وخير تحافظه، الفقيد يكشف كبر تخلط، مشيت عند الكلاس إذا ما يخلي زيد الصوت كبر في المرأة، واش معنى أن القرآن ذلك مش يسهل؟ واش تشك في القرآن ذلك؟ قرأك القرآن ما كان فيه قرد راسه، لما شفت تلف القرآن، تلف القرآن هذا لا يتعرف القرآن كأنت، لأنه هو ابن حجة عالم ليس حجة عالم. أنا كلام تحت ذلك محدثون، وأنا أقول انظروا كتاب من كتب المغربية وكتاب أحمد بن الصديق رحمه الله الذي ألف كتاب الهداية من خريج أحاديث البداية، كتاب الهداية خرج به اتباع في أحاديث بداية المجتهد. قال أحمد بن الصديق في هذا الحديث إن الطعن في هذا الحديث من باب الهذيان، هذا أنا أخطر وأحمد بن الصديق ما عادش نقول شكون هو الحديث. ها؟ هذه الأسانيد وثقها ابن عبد البر، وما أدرك ابن عبد البر، ابن عبد البر لما لصاحب الاستذكار وثق هذا الحديث وقال أحاديث صحيحة. خلينا من هذا الحديث، لما فرض أن هذا الحديث ما وجد شيء موجود. أما حديث لا نكاح إلا بولي، إيش نقول ابن رشد غير ابن رشد، هذا لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث قال فيه الشوكاني في الأوطار قال إنه روي من نحو من عند 30 صحابية، صحابي وصحابي، لا نكاح إلا بولي رواته 30 من صحابة وعنهم أخذ الناس. إن الحديث مش صحيح، خلينا أي مبنى عن النكاح هذا اختفي. الآن حديث لا نكاح إلا بولي والبخاري تحدث به وتحدث به عامة العلماء السنة وقالوا إن الحديث حديث صحيح، بل هو قلت من رواية 30 صحابية. وأما بكت استعمر وإذنها صماتها في السنة أخرى، قال الله تعالى ولا تعطوهن أن يكحن أزواجه ولا معنى لا تعطوه إلا تمنع النساء عن الكحن، نزل في معقل من يسار منع أخته من الزواج، فقال الله تعالى لا تعطوهن أن يكحن أزواجه. قال ابن العربي لو لم يكن لمعقل من يسار الحق في الولاية لقال الله له لا شأن لك بأختك لا تدح لا تعطوها ولا تبيع مش شغلك لك، ولكن أحاديث الولاية كثيرة جدا. وماذا نذهب بعيد؟ كم قرن الولاية في القرآن مجسمة؟ الولاية كما احتاجوا اختلفوا فيها. كيف تزوج موسى؟ شيش قرأوا القرآن شو ممكن تزوج موسى؟ أش قال يا أبت استأجر الآن إني أريد أن أنكحك، هذا هو الولي. ألا أنت جراني؟ قال أيما الأجل إني قضيت فلا عدوان علي، إنها من هو الولاية في القرآن، لا بلا بالضوء ولا بالهي ولا بالحديث ولا بالأشياء. أنا كنت قرأ في الصباح والعشية في القرآن، هذا هو الزواج. أنا لا أريد أن أطيل في هذا لأن أقول أش المقصود بالولاية؟ طيب بإلغاء الولاية الآن. المقصود منها هذا معنى ما فيش ولاية على 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 البنت. في ولاية على الرجل، ياك ماشي مفروضة شرعا. وكاين عرفا مش مفروضة. إذا جا واحد الولد منا دور ما مشوش بعيد ومشى تزوج امرأة وما خبرش بواه وما داش راه يدير بواه كيفاش يضر المجتمع؟ هذا كل صالح؟ كل مسخوط. ولا لا؟ مسخوط. علاش؟ علاش عندهم الحق؟ علاش؟ لأن الأب عندنا ماشي هو الأب في أوروبا. الأب في أوروبا 16 سنة الفتح وجه الله يديه.
الآن في أوروبا تعرفوا هذه كيف في بعض الدول 16 غير يجمع رأسك يمشي عند الدولة والدولة تبقى تتهيئ الأول فين يكون وبعضهم يشدوا لدهم بعد 16 يشدوا لدهم يدين معاك يشدوا لدهم وبعد ونهار يشدهم على بعد 16 لما بقاش يدين له لائحة اليوم صار طلع شريك صبار من جد كذا كذا ونهار لي نهار لي يبلغوا كذا وصل يقول له هذا يعني يسلك حتى لنا يدوا لعدم تمام قلت مش شغل الاوروبيين مش ما تغلطوش الاوروبيين ما تغلطوش الاوروبيين الاوروبيون ما عندهمش سند لصالح النار الاوروبيون عندهم ظاهره الان فاشيه متفشيه اسمها عدوان الاباء على البنات جنسيا ابتداء السن الثالثه واش هم بيجيبوا لنا بحال المسلم اللي يقلع الشب ديالو على ولاده وعلى بنته كيفاش تكون هذه البنت واخا كاع المجتمع واخا الغطايه كاع تكتب بماء الذهب واش المرأة اللي شافت الآن بها نزل من البادية وباع العشاء وكذا ومتبع معها حتى خرجها وردها أستاذة للدكتورة تجي تقول له غدابها ماشي شغلك؟ سبحان الله من بارح كنت كان شغلي كنت ماشي متهم كاين أباء روحوا شوفوا الآن السجون هذا اللي كانوا يدخلوا على بابهم كان يخطفوا كان يخونوا كان كذا وكان دار حرام وكان دار حلال لأنهم يظنوا أنهم هذو الاباء ديالنا احنا ماشي ما تصوروش الاباء الاوروبيين الاباء ديالنا احنا بشكل اخر ما يمكنش الانسان كيف ما بغى يكون عنده واحد من البلدان نقولوا هذا من العورات اللي ما تفتحش بسبب الاسلام عندنا نفلس على ان في المجتمع ديالنا يمكن يكون سكيري ولكن في هذا المطاف ما نجي نقولوا كذا بالك عليا الوالد الله يحفظك نخصم الوالد نحشم الوالد كذا اذا سكن ما يجيش يضطر ينبه ما يجيش ها والراجل يكون مفلس كاع ما عطيه حتى شي حقوق نهار يكبر با يشري له شجره بيضاء وراه يقابل الجامعه راه كذا ونديك تحج ونديك نعرفوا المجتمعات ديالنا عرفوا المجتمعات شكون هو هذا الانسان اللي يمكن كاع المعاصي ديالو ولكن با يبقى يحترم با ويحترم والمجتمع اذا دار شي حاجه غادي المجتمع يقول له مسخوط ونقول له ربما يمشي اسره اخرى مسلمه يقول له تزوج وكذا يقول له ربك لا ما جبتش لا ما جبتش باك كاين ولا ما كاينش الا ما جبتش باك وما كرهتش معاك شو المجتمع في ولا الناس هل اللي جاب لك والد شكون هو؟ وما على الطبيعة تقول له روح قول له شي شي لا بغيت تزور جي باك لا ما راها مريضة راها هي تتبع مكر جالسة واش هذا الشيء اللي المجتمع الاوروبي برشا اش باغي يدير لنا هذا اش بغاو لنا اش بغاو ابغاو باش المرأة غدا بغاو قلنا غادي من باكم واحد الخطا وغادي بزاف ولكن سمحوا لي لان انا خصنا نعطيكم الافكار اللي نعتقدها باش هذا تحلل من هذا الامل واخا نطول شويه بغاو يقولوا لنا ايها الناس قبل كلمتي ديالك سوف هادشي اللي كتشوفوا في التلفزيون وبغاو يقولوا لبناتنا هذه المساله الشغل ديال المراه ماشي شغلك ماشي شغلك البنت تزوج اللي بغات ماشي شغلك انت تنتمي هادشي اللي كتشوف فيه انت تنتمي للجيل القديم هذه حياتها الشخصيه تعمل فيها اللي بغات اش دخلك تزوج من فلان ولا فلان انت ايه هكا هذه فكره خطا انا نقول لكم فكره خطا انا ما نفهم نعطيكم دليل الاوروبيين ما يامنوش بها الاوروبيين ما يامنوش بها واخا ما يصبروا هذا علاش لان عندنا ترابط تقول له الاب شوف بغيت تكتب ديش بيوعد وادخل ونحمو غادي يشوف بناتي غادي يشوف الزوجه ديالي غادي يدخل معنا غادي ياكل معنا ويشرب معنا شكون هو السيد اللي غادي يجيبو لنا هاد السيده ماشي شغلك غادي يجيب واحد لا كيفاش ماشي شغلك غادي يتزوج منه بنتي الى هو زواج غادي يكون زواج شرعي والولاد ديالو واش غادي يوليو شي زيد تكون انا غادي بالنسبه لهم غادي يكون جدهم غادي هو غدا من غدا لما تخلي الزوجه ديالو ويولي معايا يسال في الدار يولي والد واش تقول لنا بلي الزواج غير قضيه شخصيه واش بدا هكا يقولوا الاوروبيين يكذبوا الاوروبيين اللي قالوا كاش الاوروبيين اللي قال لكم هكا راه يضحكوا عليكم نعطيكم مثال الاوروبيون وقع لهم واقع غير من الانسان 4 سنوات ولا 3 سنوات امراه اميره تزوجت امير بريطانيا كما تعرفوا جات هذه ديال شحال ديال دروس العبار شحال قراوها نعم لان حاد ديالها غادي يكون حتى هو حتى هنايا والله طلقها الراجل ديالها كانت في البيت ديالها وليداتها سمحت شوف البلاد كيجهل الحياه ما عندها حد سمحت في
من ولادها وطارت وكذا ومشات تتعامل مع سادس الحي ديالها ومشات السيفة ونهار اللي وصلوا الطلاق ما قالوش يا ودي راك مطلوبة السي فلان هاد المرأة في الحقيقة الظالمة هي المرأة باينة ديالها باينة في ظلم الزوج تاعها وفي تلك الأسر جا المجتمع قال لها سير أعطيها حقها حق ديالها خلصها تطلقها خلص علاش لأنها كانت تفسد أعطيها واحد من المقابل لا خلينا هادشي مشات طلقها على كل حال باش ما كتقول لما طلقها هذه المرأة مشات تعرضين كما كانت تعرضين وتشوف الألغام في العالم وتشوف يقتضي دارها في مسجدها وتشوف الألغام في الأزمة على كل حال في جملة المغامرات ديالها ارتبطت بشاب مصري ليس كان اسمها هذا الولد مدة دودي فايت دودي فايت وارتبطت به وقال انها حملت منه كيف نظر البريطانيون الى هذه العلاقه رحبوا بها انا ما نقولش واش داروا لها ولا لاش انسان اخرى نقولها قاضي واش كانت البريطانيين مرحبين بها كانوا يخافون خوفا شديدا ان تتعلق ديانا اميره ديانا اميره تويلس ترتبط بهذا المصري وتهديد الى يولد قوم في مشكله حقيقيه وهي ان ابناء الذي سيصير اليه من عشر يوم ما اولاد امير تشارلز سيصير له اخ مصري اخ عربي وهذا سيلك الينا ان هذه تزوجت ومشات ومشات عربي ومع ذلك البريطاني ما اضطروش للاعتبار لها قضيه شخصيه عرفوا بان ما تفعله ديانا ينعكس عليهم وبانه سيكون له اثر فلذلك ما كنتش زوج انهم الان الاوروبيين ما اعتبروش قضيه ديانا قضيه شخصيه اعتبروا الانعكاسات على البيت كله كيفاش نقدروا نقنعوا الناس بان قضيه الزواج هي قضيه شخصيه بدنا هذه جزء من العائله ونحبوا هذا التزوج ويمكن ان تتزوج زواجا شرعيا اما اذا تزوجت كافر هذا ماشي زواج هذا فساد وهذه وثيقه تريد ان تلغي هذا ولذلك نقول بان انكار هذه الولايه هو تفتيت الاسره والسؤال يسول السؤال الاخير في هذه النقطه نقول سؤال احنا قلنا المراه الولايه المراه طبعا هنينا روحي تزوجي راسك لا ولي لا كذا ايوا وما صيغه هذا التنميه هذه خطه غير التنميه إذا تزوجت وكانت بها حاضر يبقى تلمية في المغرب هذا معنى إذا تزوجت بوحدة ها تلمية جات هذا معنى أنا لا أرى مناسبة بين هذه والتلمية ما بعيد من فكرة التلمية أنا ما أدري ما تلمية هذه الطلاق وهذه الكبار المغرب والطلاق تقول فيه المطلق تمشي مع النظير التونسي نرى ان الطلاق القضائي بيد القاضي هو السبيل الوحيد لوضع حد للعلاقه الزوجيه هذه الجلاله تمشي مع النظير التونسي علاش النظير التونسي طبعا هادشي تقرب القانون التونسي ولكن باستشاره شعبيه بمراجعه العلماء بالرجوع الى الدين هذا النظير التونسي جاء في فتره من فترات الاستبداد العربي وبالهلاوه وتنفذوا بها السلاح وصدق هذا الاستبداد هذا مظهر من ظهر الاستبداد التونسي جاء واحد قال لهم هذا الراي ديالي ماشي هو قبل تجي انا اتعجب كيفاش يكون انسان ديمقراطي ويستشهد بما ليس ديمقراطي النظير التونسي هذا راه الموضوع نهائي والنظر التونسي في امور اخرى في الصيام في محاربه الحجاب في اشياء كثيره هذا مش كلمه على التواسع ولكن يقول النموذج اللي كلمه عليه هو اللي مشى بالطرق بالقنوات الشرعيه وبقناه بالرجوع الى القواعد والرجوع الى الامة الى وضع الطلاق الان مطلوب هو ان يقع الطلاق بيد القضاء قالوا ان الناس يتعسفون في الطلاق ماشي يطلبوا بلا مناسبه ويطلبوا كذا ولذلك حتى نمنع هذا الظلم الذي يقع المرأة في الطلاق نقيده فلا يصير الإنسان لا يصير الطلاق المعتبر إلا إذا طلق أمام القاضي
الظاهرة الآن هي وهي ظلم القرآن بسبب الطرف. كاين ظلم. هناك ظلم. سببه شنو؟ أول كاين كثرة الطلاق. وكاين ظلم في الطلاق. زوج الحق. كثرة الطلاق ماشي سببه أن الطلاق مسموح به. لا. هناك طلاق في مجتمعنا ماشي سببه أن الطلاق مسموح به. لا. دليل أن هذا الناس اللي حاضرين. اكثركم انتم اكثر الناس هاو الطلاق مسموح به وما كيقولوش واش معنى كل ما كان الطلاق مسموح به كان يدعو الناس على طلاقهم هاو الطلاق مسموح ما كيقولوش ما عندناش دواعي للطلاق لما يكون الطلاق موجود فمعنى يجب ان نراجع مؤسسات الاسره بذاتها الاسس التي قامت عليها مؤسسات الاسره التي تقوم على مؤسسات غير متينه الاسره الان لا تقوم على اسس شرعيه كان فتى يتلقى مع فتاة في الثانوية ولا في الجامعة ولا في حديقة من الحدائق ويتبادلان الأماني والأحلام المعسولة والخيال المجنح شيء ويتحتلل الفراغ وحساباته كلها مش مغلوطة هذاك السيد الشاب ديالنا دخلنا في الجانب ديال البيزنس في الزواج دخلوا البيزنس في الزواج نقولوا الزوج واحد مرة فاضلة صالحة مرة مؤمنة كنت مني بها الأسرة ولكنها ما تشتغلش قاعدة في الدار عندها وعي عندها دين لا سيدي ما عندها شيء سيدي بيت اللي تشتغل هو دخل هو قصر اللي ما مشي يشتغل جيبوا لي اللي يشتغل هاد اللي تشتغل شكون هي فلانة وشحال من السلم ديالها سبعة ونشوف بالك الوحدة ثمانية لا ثمانية حسب سبعة جابوا الله وحدة في الجامعة عندها 11 جابوا الله وحدة مزوجة عندها 11 هذه 11 تضرب 8 ولا 10 قاعد تقطع يدي ولا تقطع هذا 110 هذا ماشي زواج لما تكون هي عندها منظور اخر بين تتزوج راجل وعندها عالم ديالها فاخر بانها غادي تنفق على باها وغادي كذا وغادي ندير كذا من الاول الحساب غلط هو راه ناوي داخل على المنظر وهي ناوي المنظر تمشي لجهه اخرى من الصباح يسكر المشكل وانا نقول لما نجمعوا ما بين رجل ومرأة وهذا نقول للكبار حتى قال ما خسر أيها الإخوة يجب أن ندرس الآن في المساجد ديال المدرسة فيق الزواج وفيق الأسرة باش نبينوا علاش ليحيا الحياة عمليا باش يكون الناس عارفين أنا نقول باش مثال مشكلة وقعت مدة رجل ومرأة كان بيناتهم شيء زادها الولد اختلفوا في الاسم ديال باش يسموا الولد سميتو قال الاب انا تذكيرها باش نذكر الوالد ديالي قال با سميت سميت با وطلب فيه المرايا احنا في المساواه انت ايه وانا با قال لهم سميت سميت با سميت سميت با عرضوا سميت با هو اللي عرض سميت ونفس الشيء هذا مازال الناس ما وصلوش تما غادي يتفرقوا جا واحد با يحل النزاع قال واجي نقول لكم القضيه قلعوا باك وقلعوا قبراتي ماشي با يجي واحد اخر دار يسمع هذا واقع هذا واقع علاش هذا عيب الوسط علاش هذا وقع؟ عزل السبب فيه انه ما فهمينش ما للمرأة وما للرجل. الناس يتباعوا الآب، الولد يتباعوا آباه في الدين والناس. واش تقي الدين ممكن تقي اسم العائلة؟ لا وغادي نقولوا الآن علاش المرأة نقول؟ علاش نقول هذا منظومة متكاملة تباعوا ولده آباه في الدين وكذا والمسؤولية كذلك الجنائية في مقابلها ولا ذاك الولد دار شي جريمة ما غاديش نديهم نديهم للحبس. ماشي نقول علاش نديهم بوالا بس ما تديهمش انا هذه امور متراكمه اذا فكثره الطلاق تعود الى عدم فهم مؤسسه الزواج والى عدم فهم الاسس والاصول التي تقوم عليها المؤسسه في شريعتنا الاسلاميه الطلاق الذي يقع فيه الان تاسف يقع فيه تاسف والزواج مسلم يقع فيه تاسف وهناك من يخلق لكن متاسف ولكن ما خلقش ولكن مرض ديالو مكرفصه عم كرفصه السبب في هذا شنو السبب في هذا ان اسرنا لم تبنى على اساس اسلامي ما قريناه شو من اياته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه وما علمناش ننسى شيء فلذلك اسرنا قائم على ما قام عليه المجتمع شنو قال المجتمع؟ مجتمع قائم على الغلبه والظهور والصراع الزوج يكون هو السيد بحق او بباطل والمرأة تبغي الظهور بالكيفية، الزوج عنده أسلوب غيره هو العضلات يستعملهم، المرأة ربما قد لا تستطيع ذلك فتلجأ إلى الخرافة والدجال والحلول والكتب اللي تمشي عليه والسعر بيتطلب.
هذا هو واقع الأسرة، هذا هو واقع يجب أن يغير من توعية الأسرة لا من إلغاء أحكام شرعية. ماذا ينتج عن تطبيق هذا الذي ذكرته مدونة أو نقطة؟ ينتج أمر واحد هو الوقوع في الحرام. قل مثال، رجل طلق زوجته المرة الأولى ردناها والإسلام أعطى للرجل فرص والمرأة باش يصلحوا، حكم إليه حكم إليها، طلق الأول رجع طلق الثاني رجع طلقها المرة الثالثة باقي بينهما كبرى، هذه شوف باقي بينهما كبرى كتبها القرآن، فإن طلقها فلا تحل له من باب حتى تنكح زوجة غيرها. هذا ما قلنا لا حنيفة ولا الشافعي ولا مالك، هذا قول الله. إن طلق الثالث هو بينهما كبرى. إحنا الآن هذا الرجل طلق زوجته طلقها بالدار قالها هي طالق المرة الثالثة، أش يجي؟ ما نزوجه بخير الله قال صاحبي قرار القرآن في قرار موجود. نمشي وحنا نمشيو للمحكمة نقولوا الله يخليك المرأة طلقها الزوج تاعها يخرج من القاضي حتى نشوف منين. أمر القاضي إذا توصل من فقال لا سيدي هذا القضاء أن طلق أنا ما قبلتوش لا أجيزه رفض الطلاق. نقول له راه شيخ قولها أرجع لدار الزوج ما تجي طلق. لما ترجع للدار ديال الزوج تاعها في أي إطار ترجع؟ هي حرام عليك ماشي من فتوى زيد ولا تجتهد بها ولا تقول لي هذا القرآن قالها. اش غادي نفرضوا على المرأة تعيش مع الزوج اللي كان زوجها فاش في حالة سفاح. دوك الناس اللي تريدوا يتناسوا منهم أولاد ماشي شرعية، هذا هو الإنسان اللي غادي نوصلوا طبيعي هذا الإنسان. فلأن ما لم الطلاق الآن أصبح لا يوجد به وهو شرعا منصوص عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الطلاق من أخذ من الساق وكتاب الله يطلقتم النساء يطلقتم النساء دائما فإن طلقها هذا يمس للطلاق للرجل. فإذا احنا ردنا هذا الطلاق ننتظر هذا النتيجة، وهو أن كثير من أحوال الطلاق سوف ينتج عنها حينئذ أولاد ديال غير شرعيين ولاد ديال الحرام. إن هذا يدخل فساد على الأسرة. أخيرا أو ما بعد الطلاق تأتي قضية الحضانة أو ما بعد الطلاق هذه لمن يقع الطلاق ويقبل به القاضي إذا قبل به القاضي ندخل في إجراءات أخرى، إجراء تقسيم الأموال ممتلكات. شنو ناخذ الزوج والزوجة نقول الزوج نهار الزوج شحال كان عندك من الممتلكات؟ سيدي أش كان عندك؟ كان عندك دار وعندك سيارة وكذا. الآن ما شاء الله راه كثرت الأموال ديالي بنت شي إذا ما زاد اللي زاد على ذاك على النهار اللي كان يدافع الزواج كله ماشي غادي هو والمرأة تساعدته، لأن المرأة ساعدته باش دافع المال. فناخذ ذلك المال كله ونقسموه للزوج، نعطيه النص زايد ماشي كله اللي كل الزواج ديالو اللي بعد الزواج نقسموه إلى زوج ونعطيه بها النص أكيد دير نصيتي ودير أنت النص. درت جوج عمارات أعطيها عمارات ولا عمارات، درت كلشي ممتلك تقسم على زوج. هذا هو اللي اختارته علينا. علاش؟ الراس لانها كانت هي اللي كانت في الدار كانت تحضير البيت، وراه كانت موظفه لا واخا يا اخي كانت موظفه اللي كانت حاضره من الوظيفه ديالها كانت حاضره الدار نسولو والمال ديالها اللي هي دارته لينا حتى هي كانت موظفه ودايره حساب ديالها وشرات جوج بلاصات وعندها حساب في البنك وكذا واش يقسم معها؟ لا ماشي شغلك هذاك ديالها ما تهدرش فيه هذا اللي ديالك اللي تهضر به وربما عطيني لك في المدخل بسبب الضيق لان كانت موجوده بمساعدتي كانت خارج مساعدتي هذاك ديال مساعدتك هذه مجامله بارده واضحه بانها فيها تحيز تحيز. اذا هذا النصف ديال اللي نعطيه الان للمراه بعد الطلاق نعطيه للمراه النصف بعد الطلاق كيف بزاف الانسان الان كان يقول هكا شحال من حنا ما عاجبو الخطه غير هذه الراجل شو اختي عطيت له ما تمناش كاع يكون كاع الراجل لو وصلت للطلاقه هذه مساله اخرى ان لا غادي يعطيني الراجل النص انا نوقع ما بينكم مع النساء في نساء انا نتحمس تقول شوف هذا الحق اللي غادي يجيبوا لك الخطه اذا طلقت الراجل ما تخرجش كاع يعطيك النص من المال ديالك يعطيك النص من التركه ديالك هذا امر اول ليس شرعيا هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل ما يتكلم ولا الناس الباطل ما معنى ان المال ديالها ما يتكلمش عليها اهميتها ارايت اذا كانت هي المتسببه في الطلاق
ما طلقهاش الا هي التي الحق على الطلاق وهذا الطلاق بحال ديالها بحال ديال الحال. ولا شي حاجه باش تشغلنا هي كانت متسببه ولا متسبب ربما وجدها في حاله ماشي مزيانه ماشي شغلنا تعطيها الفلوس وصافي لان هنا ما كانش تحفظ اذا قال الطلاق لا طلاق اعطي الفلوس وصافي. هذه المراه لو مات زوجها هذه المراه قالت ماشي تقول لو مات زوجها في الفراش وقبلته هي حتى مات غادي يكون عندها احد نصيبين اما الربع واما ثلث الى متى هذه لا يموت الا تونس وحين تونس مزيانه هذه القسمات تعجب بعض الناس اش نتجدهاش طبعا نقولوا للناس هذا انصاف الان على المراه بصناعة حقها باش ما تحسش عيال باش ما يضرش ما يكبسهاش هذا الشيء يؤدي الى ان بعض الرجال لا شك في ذلك يبقاو بين خيارين اللي ما عنده غرض في الطلاق ولا شيء ما عندناش عليه هذيك وجود مستقره لكن الطلاق دائما موجود وجود البشريه موجود فاما انه غادي يشوف المراه ديالو ماشي مزيانه وربما كاع شاف عليها شي حاله ماشي مزيانه ويخالف يقول غير طلقها ربي تديني كل شيء حتى اللي شافها كاع ماشي تما يسكت هذا ماشي الزينه او هو بغى يتشجع ويطلق غادي يمشي للنص بجوج حالات انا منين حنا حسبنا هادشي كاع كلشي شاب غادي يفكر واحد التفكير حسبنا هادشي كاع حيدا من هادي ولا من هادي ما نقبلها وهي ماشي ما نعطيها النص ما نقبل عليها وهي كرشة اش ندير ما نتزوجش وش فيه ما نتزوجش قولي واش هذا ممكن ولا شي ممكن انا غادي نقول لكم واش ممكن احصاءات نذكرها الان رسميه للمصادر ومراجع اوروبي تقول ان الاسره الان في اوروبا لم تعد مؤسسه موجوده بسبب 41% من الموارد في فرنسا 41% من الموارد في فرنسا اولاد لا ينتمون الى اسره ماشي اولاد فراش اولاد غير شرعيين شحال 41 هذه احصاءات ديال مركز متخصص في بروكسل 6 ديال الدول من اوروبا شرق اوروبا فيها ثلثان ديال الاولاد يولدون من غير اب معروف قبرص فيها 80% من المواليد غير شرعيين بمعنى ان الزواج عند الاوروبيين ما بقاش يتحدث المسائل هل الاوروبي لاحظوا واحد القضية هاد المسلمين ولادنا الشبان ديالنا اللي مشاو وجبروا الاوروبيات باش يتزوجوهم ويديروا لهم الاوراق ويحرقوا ويمشيو ليه ياك علاش غادي يجبروا الشبان النساء لو كان كانوا الشبان الاوروبيين يتزوجوا الفتيات تاعهم يشوفوا لنا احنا النساء ديالهم شافوا لان الاوروبيين ما بقاوش يتزوجوا فالشاب ديالنا الان إذا شنو نقول احنا الآن أمام أكبر ضربة لمصلحة المرأة، شنو هي؟ المرأة الآن في الإحصاءات ديالنا الرسمية سي 41% من النساء ديالنا ما عندوش الزواج، ما تزوجاتش. الشبان ديالنا وصلوا 40 سنة كاين البطالة وكاين الزنا موجود وكاين كذا ومهني مع رسول الله غاش ندور على الزواج. والشبان ديالنا اللي خارج من الجامعات اللي احنا نستناهم كلهم العلم ديالهم راه من وراء الله. إذا واش هاد الوضعية الآن ديال راني الآن الناس راهم يفكرون هادي في البيوت ديالهم كاين اللي عندو ولاد راه يفكر هاد التفكير حقيقي كاين اللي عندو 3 أو 4 ولاد باش يتزوج وحنا اش نديرو قيدو الزواج صغير فيه عندك إذا درك هذا حنا خصنا برنامج عكس هادشي برنامج يشجع الشباب ديالنا على الزواج باش يتزوجوا البنات ديالنا أوروبا الآن ما تسمح حتى العربي يدخل شاب عربي يدخل بأي وسيلة إلا حلم إلا إذا هو ضمن لفتاة أوروبية باش تدير أسرة باش تستقر أوروبا ما تقبلكش إلا إلا تزوج تدير زواج وتاخذ المرأة وتدير تعاونها على تكوين أسرة تقول لك الله يعطيك حاجة أخرى تقول لك أنت تقعد من وراء البحر ما تجيليش كيفاش نستطيع نديرو باش بالزواج فقط حتى إلا حرك خصك تزوج إذن أوروبا تحل مشاكل ديال النساء ديالها وحنايا دائما نمشيو عكس التاريخ عكس العجلة ديالنا باش نشجعو لأن احنا نقيدو إذا فهاد الزواج هاد النتيجة أن قضية الزواج قريبا يعزف عنه
نزل حسابات وان المرأة الانسان يتزين حالتها مش غير حالتها هذه القضية هي الطلاق. اخيرا نواكي يوسف اعتقد ان النقاط التي تتعلق بالحضانة وما الى ذلك من نقاط اصبرنا عنها واشكر لكم اصراءكم واتمنى ان شاء الله ان يجمعنا الله سبحانه وتعالى في لقاءات اخرى ان شاء الله والسلام عليكم.